تهدف مجموعة تم تشكيلها على شبكة فيسبوك إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية لرفع مستوى الوعي لدى الرأي العام تجاه أهمية المهاجرين في أداء المجتمع. نو ما 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 بركي هذا باي اتاكو. تهدف مجموعة تم تشكيلها على شبكة فيسبوك إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية لرفع مستوى الوعي لدى الرأي العام تجاه أهمية المهاجرين في أداء المجتمع الإيطالي، وعنوان التظاهرة هو الأول من مارس إضراب الأجانب. وتضم المجموعة أشخاص من مختلف الجنسيات وكل من يرفض العنصرية والتمييز تجاه ما قابلوا Cosa ti stai facendo? E tutto, ma cosa sto facendo che ride questo? No, ti dico dopo. Vai tranquillo. Vabbè. تهدف مجموعة تم تشكيلها على شبكة فيسبوك إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية. اجري في Perché sta uccidendo Asim? Andrea che sta cominciando a ridere non stop e poi lo seguo io, è la terza volta. Vai. Tranquillo. Tranquillo, sì, tranquillo come. No? Oddio. Vado, però devi andare anche tu con me. Va bene. تهدف مجموعة تم تشكيلها على شبكة الفيديو استبينا. تهدف مجموعة تم تشكيلها على شبكة فيسبوك إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية لرفع مستوى الوعي لدى الرأي العام.